مرحبا بك غادة، احنا بدون ألقاب في تونس، فمرحبا بك بيت بيتك. شكرا جزيلا. يعني إذا بدنا نحكي على البداية، البداية لم تكن في السلك الدبلوماسي والعمل العام، وإنما كانت في التدريس ومن ثم الإعلام. حكينا عن بداية عملك في السلك الدبلوماسي. أول شيء خليني أقول أنه شرف كبير لأي دبلوماسي أنه يمثل بلده، هذه مهمة عظيمة ومهمة يعني سامية، ويتشرف أنه يكون في خدمة بلده في كل موقع. وأنا محظوظة أني كنت في الأردن، أردن دولة شقيقة ودولة قريبة من قلوبنا، وصراحة أنه إحساسي كان يعني بفخر كبير أنه هناك رصيد محبة كبير من الشعب الأردني، فهذا يعني بصراحة ييسر المهمة، ولكنه يخليني نعمل في أريحية وبمحبة خالصة. خليني أقول هذا لأنه هذا هو الصدق، هذا اللي ينبع من ذاتي. نرجع للدبلوماسية. الدبلوماسية صحيح أنها كانت اختيار يعني جاء عن طريق الإعلان عن المناظرة، سبقته معناها تجربة عملية في التدريس. أنا فخورة أيضا بهذا المسار، التدريس مهمة نبيلة جدا، وأنك مسؤولة على عقول، أو أنك تكون مسؤولة عن أنك توصل الرسالة، خاصة للشريحة اللي اشتغلت معها، وأنا نحييهم إذا كانوا يسمعوني عن طريق الرؤية الأردنية. كانت هناك رسالة، وهو أنك توصل معلومة، لكن توصل إحساس، توصل معرفة، وتوصل خاصة التعود على التفكير الذاتي، على أنه يكونك عندك رأي، وأنك تشغل تفكيرك وتعمق التفكير، وهذا مهم جدا في عملية التدريس. ثم تركت التدريس لأني بصراحة فضلت أني نواصل الدراسة والبحث، كان هناك تعطش إلى المعرفة، وخاصة أنه كانت الظروف المادية مريحة، فما كنتش يعني محتاجة جدا إلى العمل. هذا خلي طبعا المكان لزملائي أنهم يواصلوا، وأنا وصلت طريق ثاني، كملت الدراسة والتحقت بالإعلام. تجربة الإعلام كانت قصيرة نسبيا، لكنها مفيدة في شكل آخر، هو أني نقدر الكلمة في الإعلام طبعا. كلمة مهمة جدا، إنارة الرأي العام، الرسالة هنا أيضا فيها مسؤولية كبيرة. الإعلام رسالة، الإعلام صدق، الإعلام إحساس أيضا بالأمن الوطني، الإحساس بمكانة الدولة التي نتحدث منها، وأيضا الأخبار ومسؤولية الأخبار. وهذا كله خلاني نقرب أيضا للناس، نقرب صحيح عن طريق الإذاعة، لكنه يحملك الإذاعة أن يكون صوتك هو اللي يحمل إحساسك، هو اللي يحمل المعرفة، المعلومة، الخبر، التفاعل الحقيقي. اشتغلت بصراحة في مجال اللي أنا نحبه، هي في الثقافة، يعني كانت برامج ثقافية. توصلت أني زرت كثير من المدن التونسية، تعرفت على كثير من الأدباء، حتى تعرفت على سميحة خريص في تونس، هي أكيد ما تعلمش هذا، لكن عرفتها في تونس، عرفت كثير من الكتاب من المنطقة العربية، ودخلت يعني للدبلوماسي بهالمسار. هذا أعتبره ثري، وأعتبره يحملني مسؤولية كبيرة في عمل الدبلوماسي، عمل تمثيل الدولة. وكانت عندي تجربة عربية وتجربة أوروبية، تجربة المتعدد الأطراف الجامعة العربية، وتجربة ثنائية مع البرتغال، دولة عربية دولة أوروبية، وحاليا في دولة قريبة إلى القلب والحمد لله. اليوم كيف بتشوفي المرأة بالأردن عم تتحرك وعم بكون عندها مشاريعها؟ أولا أنا عرفت السيدات الأردنيات في عملي في القاهرة، سعدت بأن نكون بحذا جنب الدبلوماسيات، وأحييهن بصراحة، وأحيي الدبلوماسية الأردنية، هي دبلوماسية نشيطة، صحيح قليلة العدد ولكنها نوعية،
وشفت المستوى التعليمي الراقي والأخلاق العالية، وهذا خلاني دائماً نعتبر أنهم قريبين إلى القلب، رغم أن كل أصدقائي في الجامعة كلهم قريبين مني، كلهم الدول العربية كلها صديقة الجميع، كالسياسة تونس يعني صديقة، ولكن هذا ليس سياسة، هي محبة. إلى حد الآن نحتفظ بأجمل الذكريات مع الجميع، صديقتي إلى حد الآن موجودة في سلك الدبلوماسي ونرجو لها كل التقدم. فالسيدات يعني أعطوني البداية في القاهرة، نجدهن اليوم في الاحتكاك الصحيح، يعني يملأنا الكرسي اللي هما فيه. تعرفت على وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء نجار طبعا بمحبتها وحنوها وصدرها المفتوح وتفاعلها الإيجابي، وإن شاء الله نعمل مع بعض أسبوع الثقافي التونسي في عمان في آخر شهر 5 آخر أيار إن شاء الله، يكون عمل متنوع، عمل فيه كل ما هو ثقافي وفيه الإضافة اللي هي حبتها أكثر هي الورشات التدريبية والتفاعل الحقيقي في مثل هذا الأسبوع. يعني أنت بتوعدونا بأسبوع ثقافي مميز مشترك أردني تونسي؟ هو أسبوع ثقافي تونسي في الأردن، لكن بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية بالطبع، ونحن نسعى إلى أن نكون في شراكة. في شراكة حتى في الفرقة سنحاول، لن أكشف عن الموضوع بالطبع، لكن سنحاول أن نكون في تفاعل جميل. وطبعا العصفورة قالت لنا أنه اليوم في وليمة تنتظرنا تونسية من الدرجة الأولى، إن شاء الله تعجبكم. أولا أردت أنه نقدم أبرز الأكلات التونسية وهي السهلة، يعني ممكن كل بيت ممكن يجهزها. حبيت نقول أنه الدول التي لها تراث عميق، تراث كبير ثري، راهو يظهر هذا في تنوع أكلاتها، في تنوع لباسها، في الحولية اللي تظهر به في كل المناسبات. احنا زي بعض، يعني في فرحتنا يظهر علينا، يظهر ثرائنا، يظهر خاصة المشاركة. ليس المهم هو الكم ولكن النوع، والمهم هي المشاركة قبل الأكل، فشاركونا في هالأكلة هذه. خلينا نبلش من البداية، يلا نبدأ بالشوربة، شوربة فريك تونسية. بعد الشوربة ناخذ البريك، بعد في سلطة انت تحبها من هناك. نمشي. لا انا كثير مستغربة، هذه سلطة مشوية. اوكي، هذه سلطة مشوية، سلطة تونسية. هو بصل، طماطم، وفلفل، ومعهم شوية ثوم، والتزيين طبعا الزيت لازم منه، زيت تونسي لازم منه، على كل طاولة لازم الزيت التونسي. طبعا الطبق الرئيسي هو الكسكسي، طبعا كسكسي مفور، يقولوا لي في الأردن فما ما يشبه الكسكسي، مفتول. ايوه بالضبط، مفتول. كثير سعيده وكثير متحمسه اني اجرب كل هذه الاكلات. احنا يعني سعيدين انه شرفتونا، وسعيدين انكم تشاركونا هالأطباق هذه التونسية، بيودنا أنه نقدمها للجمهور الأردني. ضروري يعني إن شاء الله إن شاء الله يكونوا معاكم ويعجبكم الأكل التونسي في بساطته، ولكن في التنوع متاعه، في أنه يكون صحي، أنه يكون إن شاء الله فيه الشفاء والعافية. وطبعاً كان في طرق معينة لأكل بعض الأكلات التونسية الشهية، واللي علمتنا إياها سعادة السفيرة مشكورة، استمتعنا في هذه الوليمة المميزة. خلصت صبحية مع غادة.